إلى موضوع آخر، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان تراجع جائحة الكوليرا في محافظات مأرب وشبوة وصعدة والمهرة، مؤكدة في الوقت نفسه تركز الحالات المرصودة مؤخرا في محافظات صنعاء والحديدة وتعز. وذكر الناطق الرسمي للوزارة محمد السعدي أن مؤشر عدد الحالات في الارتفاع يتركز في محافظة تعز التي وصل فيها عدد الحالات المؤكدة مخبريا إلى 121 حالة. والوقوف حول هذا الموضوع ينضم معنا الدكتور عبد الرحيم السامعي مدير عام مكتب الصحة بمحافظة تعز. نرحب بك دكتور. مرحبا بك أستاذة المشاهدين. نعم، إذا بداية يعني وزارة الصحة يعني ذكرت في تقرير لها أن هناك ربما يعني تراجع لجائحة الكوليرا في محافظات عدة، ولكن ترتفع في عدة محافظات من ضمنها محافظة تعز. دكتور عبد الرحيم، لماذا؟ أولا نصحح الرقم الذي جاء في التقرير. نعم. عدد الحالات المؤكدة إصابتها بالكوليرا هي أكثر من 300 حالة، أما 120 فهي عدد الوفيات في كافة مديريات المحافظة. يعني أكثر من 300 حالة يعني أصيبت بالمرض، أما عدد الذين توفوا 100؟ عدد الوفيات الآن يزيد على 120 حالة وفاة. نعم. الـ300 هي حالات الإصابات بالكوليرا المؤكدة. نعم. مخبريا. أما حالات الإسهال الحاد فالآن تقترب من حاجز 20,000 حالة، يعني هناك كارثة فعلا حذرنا منها منذ شهرين، ونحن بحت أصواتنا ونحن نادينا منظمات المجتمع المدني، منظمات الأمم المتحدة التي تقضي الفلوس وتجمعها من أجل التخفيف عن آلام اليمنيين، نادينا وزارة الصحة، قابلت رئيس الوزراء، عملنا كل الذي نستطيع عليه ما عدا إيجاد مصانع لصناعة الأدوية داخل مدينة تعز المحاصرة منذ 3 أشهر طبعا، وهذا شيء مستحيل بالنسبة لهذه المدينة التي تتعرض لكل أنواع الحرب بالأسلحة النارية وبالأسلحة البيولوجية وبالأمراض. فإذا أولا نصحح هذه الأرقام، ثانيا أنا أعتقد أن الإعلان عن تراجع حالات في بعض المحافظات هي إما أن يكون إعلان غير صحيح، أقصد أن المعلومات أثناء الإجازة، إجازة العيد، لم تصعد من الميدان بالشكل المطلوب وبالشكل الذي كان يسير عليه الأمر قبل عطلة عيد الفطر المبارك، وبالتالي فإن هذه الأعداد ستعود مرة أخرى للظهور مع عودة الموظفين وصعود البيانات من المستشفيات والمراكز العلاجية، أو أنه فعلا قد تم تراجع، فعلا هناك تراجع في هذه المحافظات، ذلك لأن الإمداد إلى هذه المحافظات سار بشكل جيد من عدن، وبالأخص من المساعدات الواصلة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والذي لم يسر بالشكل المطلوب بالنسبة للمحافظات التي تشهد فعلا كارثة وانتشار وبائي فظيع مثل محافظات صنعاء والحديدة وإب وتعز. صحيح. هذه المحافظات التي تشهد فعلا كارثة حقيقية، والإصابات بعشرات الآلاف، والحالات المؤكدة بالمئات، والعشرات أيضا من الوفيات يوميا هنا مثلا في تعز. يعني أفهم من كلامك دكتور، ربما أنت تشكك ربما بأنه هناك تراجع، ولكن طبعا هذه يعني تبقى لوزارة الصحة العامة والسكان، ولكن تذكرت نقطة مهمة جدا، وإن كان هذا يعني ربما الخبر صحيح عن تراجع الجائحة في عدد من المحافظات من ضمنها مأرب وصنعاء، إذن هناك ربما إمداد، وكما تحدث هل يعني ذلك أن تعز لم تنل نصيبها من هذا الإمداد وهذا الدعم وهذا الاهتمام لمواجهة جائحة الكوليرا؟ تعز لم تنل حتى ما يصل إلى 10 إلى 20% مما يجب أن يصلها. تعز تحتاج إلى 50,000 قربة من المحاليل الوريدية شهريا، بينما تحصلنا على 16,400 قربة. طبعا هذه لو وزعناها بالقطرات على عدد الحالات المصابة، والتي قلت أنا الآن تقترب من حاجز 20,000 حالة. نعم. وأنا أتوقع أنه خلال شهر يوليو الجاري إن لم يتم الاستجابة
ما بتعز بالأدوية والمحاليل والمواد اللازمة لمواجهة هذا الوباء، فإن هذا العدد سوف يتضاعف ليصل إلى 40 إلى 50 ألف حالة. أما عدد الوفيات فإنها سترتفع إلى المئات بدلا من العشرات. تعز تحتاج إلى 2000 كيلو جرام من مادة الكلور المعقمة لمياه الشرب في الوقت الذي وصلنا حتى الآن 40 كيلو جرام. يعني الفارق طبعا لا يمكن احتسابه ولا يمكن تصديقه. كل ما طالبنا به لمدة شهر كامل وظلينا نطالب ليل نهار بواسطة الهواتف، الاتصالات، المذكرات، الاتصالات، العلاقات الشخصية، وصلنا 45 كيلو جرام من مادة الكلور. طبعا هذا إذا ما قلنا إذا ما قمنا بتوزيعه التوزيع العادل على المديريات فقط، المديريات التي تجتاحها كارثة الكوليرا مثل شرع بالرونة وشرع بالسلام ومقبنة والثلاث المديريات الواقعة ضمن المدينة القاهرة والمظفر وصالة، وبالإضافة إلى مديرية مشرعة وحدنان وجبل حبشي والشمايتين. هذه المديريات التي تجتاحها الكوليرا، إذا ما قمنا بتوزيع هذه المادة، مادة الكلور 45 جرام، سيأتي نصيب كل مديرية من المديريات من 2 إلى 3 كيلو جرام، الأمر الذي لا يمكن أن يفي حتى من 20 إلى 50 خزان. طيب من الخزانات. دكتور اسمح لي هنا، يعني نعم قبل ما أسألك لماذا يعني قلة الاهتمام بتعز، ولكن دعني أسألك يعني ربما أعود للسؤال الأول، يعني لماذا انتشر هذا الوباء بشكل كبير في المحافظة؟ هل هناك ربما بسبب الحصار أو بسبب عادات مثلا معينة؟ هل تركز ربما القمامة؟ يعني ما سبب هذا الارتفاع في المحافظة؟ الكوليرا مرض بكتيري، تم صناعة هذا المرض. يعني الكوليرا إذا ما كنا صادقين مع أنفسنا ومع الوضع الذي نعيشه، طبعا السبب الأول والأخير هو الانقلاب، الميليشيات الانقلابية التي انقلبت على كل مقومات الحياة، جرى صناعة هذه الكوليرا صناعة متعمدة. الكوليرا هي عبارة عن نظام صرف صحي منهار. الكوليرا هي عبارة عن انعدام للمياه الشرب النظيفة. الكوليرا هي تكدس للقمامة والمخلفات الصلبة ومخلفات الآدمية من المستشفيات ومن المنازل ومن المطاعم ومخلفات الأكل. الكوليرا هي مجموعة من العوامل غير الصحية غير النظيفة أدت إلى انتشار هذا الوباء. آخر مرة لا أذكر، أنا يعني أعمل في قطاع الصحة لمدة 22 عام، نعم. لا أذكر متى كان آخر حالة كوليرا في اليمن. حالة الإسهالات المائية موجودة في اليمن بشكل متقطع، لكن أن ينتشر مرض الكوليرا بهذا، فقد جرى صناعة هذا المرض، وبالتالي فإنه إذا لم تزل أسباب هذا المرض، فإن الكارثة ستعوم وستظل كما هي. نحن الآن نعالج الأعراض، كل من أصيب بالإسهال وبالكوليرا نقوم بإعطائه الأدوية، إما أن يكتب له النجاة ويشفى وإما أن يتوفى. لكن يعني وكما تحدث ربما لقلة الإمكانيات، يعني حتى مش قادرين تقوموا بأشياء ربما توعوية أو وقائية، يعني بحيث أنه لا ينتشر بشكل كبير. طب لو سألتك يعني يا دكتور، يعني تحدثت أنك يعني حتى قابلت رئيس الوزراء، ولكن إلى الآن ليس هناك استجابة واهتمام بتقديم الدعم اللازم للمحافظة، يعني هل هناك تقصير يعني من قبل الحكومة الشرعية وكذلك المنظمات الدولية ناشطة في تعز؟ لا، من أجل أن أكون منصفا، الحقيقة أنا قابلت الدولة الأخ رئيس الوزراء في الساعات الأخيرة ما قبل عطلة عيد الفطر، والحقيقة أن الأخ رئيس الوزراء كان متفاعلا وأصدر العديد من التوجيهات. هناك 5 توجيهات صريحة، منها توجيهات عاجلة بصرف 50% من موازنات التشغيلية للقطاع الصحي في تعز، وهناك أيضا توجيه بصرف رواتب الموظفين في القطاع الصحي، وأيضا بصرف موازنة لمواجهة وباء الكوليرا. لكن هذه كلها عبارة عن توجيهات. نتمنى يوم غد من الساعات الأولى لبدء الدوام الرسمي للدوائر الحكومية، وزارة المالية والبنك المركزي في عدن، نتمنى أن تترجم هذه التوجيهات إلى
تنفيذ على الأرض، ما لم فإن الحالة ستستمر كما هي. ولكن لا. أصحح أيضا معلومة ورد في سؤالك أن قلة الإمكانيات، لا أرجو أن يصحح هذا المصطلح إلى انعدام الإمكانيات. هناك إمكانيات معدومة لإعادة إحياء مؤسسات المياه والصرف الصحي، هناك إمكانيات معدومة لإعادة العمل في صندوق النظافة والتحسين. هذه هي المصانع التي تنتج الكوليرا، ستظل تنتج هذا الوباء إن لم نقم بتصحيحها وقطع دابر المشكلة من الأساس. يعني لابد من وقفة يعني جادة حيال ما يجري من كارثة في تعز، وكما تحدث دكتور ربما 5 توجيهات نتمنى أن ترى النور في الأيام القليلة القادمة. أنا أشكرك شكرا جزيلا مدير عام مكتب الصحة بمحافظة تعز الدكتور عبد الرحيم السامعي، شكرا جزيلا لك.